آخ، تخيلوا يا أخوان إنه هذا اليوم من أكثر الأيام اللي استنيتها في حياتي. ما بتصدقوا يا أخوان قديش أنا مبسوط بهاي المفاجأة العظيمة، كمان ما بتصدقوا قديش أنا زعلان باللي صار معي هسه. والله يا أخوان إني منكد أكثر من إني فرحان بالدرع. يعني فتحت الدرع قدام الكاميرا وصورت ردة فعلي وكنت مبسوط ومكيف وأبصر إيش، وآخر إشي طلعت الكاميرا مش شغال. بس والله ماني راجع مثلها لردة الفعل، واللي بدي يزعل يزعل. وهي الدرع، ويلا نفوت بالفيديو. لا بمزح والله بمزح يا اخوان، والله لو ارجيكم اياه انتم اول ناس اسمعوا. جاهزين؟ 1 2 3 ترى يا يا الله رامبج 100,000. يا الله مين مصدق يا اخوان 100,000؟ 100,000 واحد كبس على زر الاشتراك، والمشكلة مش هان، المشكلة اني صرت واصل 260,000. تخيلوا يا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والله كله بفضل ربنا ثم بفضلك. واه والله ايش في المراي صح؟ المراي نخب. الو خلنا نعلي حالي شوي. ايوه لازم اظل هيك، والله مكيف علي اكثر من وجهي صراحة. بما انه اليوم مبسوطين وفرحانين بالمفاجأة الحلوة هاي، اول اشي بدي اشكركم شكر 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 ما بعد شكر لكل واحد دعمني بلايك وباشتراك وبمشاهدة، حتى ولو حتى مش عاجبه محتواي بكفي انه شاهدني، شكرا لك. الحمد لله وصلنا للمرحلة هاي، وبانتظار مرحلة المليون الدرع الذهبي يا رب. مش صعب علينا، وصلنا ربع مليون يعني. لكل واحد بيشاهدني هسه انزل واشترك بالقناة، خلينا نوصل 300,000 قريبا. وبدناش نطول مقدمة كثير، يلا نفوت الفيديو على السريع. ولكل واحد نفسيته تعبان ومنكد اليوم رح يضحك معنا ان شاء الله. في شاب صاحبي بعث لي كم من فيديو حكى لي اعمل ردة فعل عليهم كثير بيضحكوا، يلا ليتس جو. بس دقيقة قبل ما نفوت على الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واذكروا الله، قول لا اله الا الله. ويلا نبدا مع المقطع الاول. بعد عمري يا عيوني مشكور. آمر شنو سؤالك؟ لا 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 عيوني والله بحلجك هذه يا عيوني، صدقين اقعد ويا الربع بالديوانيه ونحط برنامجك. ايوه نعم، وكلنا نستعن نلعب ورقه جنجفه، وهذا نقعد بالحلقه نطالع نعد كم مره تقولين بالحلقه يا عيوني. هو انتم فاضيين يا عيوني؟ كم مره قلت يعني تدقون عشان تسالوني كم مره اقول يا عيوني؟ اي هذا واحد من الربع يشر لي يقول لي هذه بالحلقه وصلتي 13 مرة الحين. 13 مرة أنا قايلها يا عيوني؟ 14. أنتوا فاضيين تدقدقون عشان تسمعوني يا عيوني؟ شدت معهم يا عيوني. هذا البرنامج عشان يسألوني وأجاوب يا عيوني. 13. ما يصير كذي عيب، أنتوا رجال قاعدين بالديوانية يا عيوني. 13. ما تلامون لما أحطكم بعيوني. والله. عندنا مكالمة. ألو. واحد ثاني. تفضل يا عيوني. اشد معهم وكمان الاتصال بعدين. ما دقيقة مش مرتاح بالقاعدة على الكامل، مش عارف ليش متوتر لسه عشان الدرع. طيب كمل. جابه صح. هذا الفيديو ما خلص. قصص اغبى اثنين مروا على تاريخ البشريه. يا اخي الهنود وما ادراك ما الهنود. يكون الثاني اغبى منه بس. يي السلام عليه. عند الاجانب نفس الشيء بس كل واحد له طريقته. تمام اوكي بفتح المطارات. تمام واو حلو، سلو موشن جايبينها طبعا. عند العرب تفحيط على والله جايبها صح. كيف فحت هيك؟ لما تنسى انك اب. لا تقول لي راس ابنه تحت. والله شكل ولد مسكين. ان ياكل شعر بنات تقبل ديك. شاب ايش كبرك ايش قدك؟ بقد البعير تروح تاكل لي شعر بنات؟ تقبل ياكلون شعر اختك؟ ايش
دخل اخته؟ ايش فيه؟ طول بالك يا حج. فاهم معاه مواضيع شخصية حج. بس يزعل منه. ايش فيه؟ هو بيجي معاش. استر ضحك لا تعلق. تمام. سلم عالشهداء اللي معاك. عندكم ضيوف مهمين وانت اجيت تسلم. والله ما هو موقف صراحة. دقيقة بس روحت على الخضرة. خلصنا من تاع الخردة جت على الخضرة. الله ريحني من الحي اللي انا فيه يا رب. يي صف باب الدار. يلا يا عمي. اتوقع بعد هيك راح امشي له اياها. يلا شوفوا الاجواء يا اخوان بامريكا كيف. شوفوا امريكا طلعوا هذا امريكي عاها ايش جيت العربي عربي. شوفوا الاجواء يا اخوان بامريكا. هاي يا جماعه بعد هذا اخوي اللي ما جابته امي عشان امي ما تخلف خوالات. هاي يا جماعه هذا Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. موت الشمامية. دقيقة الشاب هذا يعني عندي عقدة منه إذا بشوفه صراحة لازم أكذب بس عشانكو حكمل. أنا لازم أعدل نومي وأنام بدري. أنا الساعة 3 الفجر في المطبخ. أوه قتلتني في إيدي. موت الشمامية. هموت الشمامية. قتلتني في ايدي. قتلتني. زوشان الله. Good news. The Philippines is the first country in Southeast Asia to host Elon Musk's SpaceX internet service. Napakagandang balita po nito dahil mas bibilis ang broadband. ماشي يعني انا معاك بس انا ايش دخ تيك توك راح احذفه قسما بالله. ايش دخلني في الفلبين؟ هسه انا عايش في الاردن. حلو انا كده افهم عليهم هسه. دقيقه بدرنا هالواحد اتفاهم معه. الو إيلون ماسك كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير يا اخوك. بدي اغلبك بالله هيك فالشغله السريعه بس. سمعت انك شريت تويتر قبل يومين صح؟ قد ايه كلفك بالله؟ 44 مليون بسيطات يا سيدي. طب اسمع التيك توك شو رايك؟ بدي اغلبك في الغليه بالسريعه يعني. بالله اشتريه واحذفه بعينك الله. علامك ابو العجيان. ابو العجيان ها علامك شو مستر باطين هاي تقوم واجيلك ترى رجعين العادري ماب. ايش فيه؟ تخوف على الشب بعده. هي كيف قلب؟ دقيقة شمط بريك امامي عن انتيازي. كيف خش فيه؟ تجهيز مطعم الطيارة. يلا قريبا ان شاء الله. هذا مطعم عندنا في اربد بده يسووه جوا طائرة سباق طيارات. وش كان اسمه؟ ترى مش مزحة يعني اذا تحدوا بعض طعم الطيارة يعني. مش واخد من الدنيا حاجة. انت اخذت حاجة من الدنيا حسيب؟ لا. طب خد سمبوسة. محدش واخد من الدنيا. طب خد سمبوسة. ولادي اذا نمت بالصالة وقلت لهم بدي اخذ غفوة بدون صوت. هذا تشوف. قم الله لا. الله يسلط عليك. بعد بعدين نتفاهم معه. ايش هاي دجاجة؟ اخ وظل فيها اخ. منيح ما اكل وجهك. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اخر اشي بحب اوجه الشكر لكل واحد عمل اشتراك للقناة وساعد في جيب هذا الدرع الجميل. ونشوفكم بالجزء الجاي. لا تنسى تسلخ لايك وتشترك بالقناة وسلام.